السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعد الله أوقاتكم بكل خير. حديثي معكم في هذه الليلة حديث عتب على نفسي ابتداء، ثم على إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وأحفادي وحفيداتي وآبائي وأمهاتي، لأنني أريد أن أتكلم في موضوع قصر فيه كثير من الناس اليوم للأسف. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. الرحم شأنه عظيم، الرحم تعلقت بعرش الرحمن وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع، أنصفني، يعني تقول أنصفني يا رب، أنا أعوذ بك من القطيع. فقال الله تبارك وتعالى: أترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. الأمر خطير، صلة الرحم من الأمور الواجبة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وهي الرحم. صلة الأرحام من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وقطع الأرحام من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. كأنه يقول: فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. تسفهم المل أي تلقي في عيونهم الرماد الحار، يعني قاعد تحرجهم. وما يزال من الله معك ظهير أي نصير عليهم ما دمت على ذلك. إذا من قطعه لم يكن الله ظهيرا له على أرحامه. من لم يصل إلا من يصله لا يكون كذلك، وإنما أن يتحقق فيه الحديث: أصلهم ويقطعونني. لأن النصل من يصلنا هذه ليست صلة رحم، النصل هذه ليست صلة رحم، هذا خطأ، هذه مكافأة واحدة بواحدة. تجيني أجيك، ما تجيني ما أجيك. صل من وصلك بما وصلك، ومن جفاك فصد عنه، من جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. هذه ليست صلة رحم أبدا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك، قال: ليس الواصل بالمكافئ. طيب من الواصل؟ قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وذاك سمي واصلا، يصل المقطوع. أما الذي يذهب إلى من يأتيه هذا مكافئ، هذا لا يقال له وصل رحمه، هذا يقال كافأ. اللي يجيني أجيه، اللي يعطيني أعطيه، اللي سامحني أسامحه، اللي يكرمني أكرمه. هذه مكافأة، نحن نريد الفضل، نريد الفضل، أن تصل من قطعك، هذه صلة الرحم التي نبحث عنها، هذه صلة الرحم التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صلة الرحم التي تعوذت منها الرحم، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. والناس يقطعون أرحامهم لأسباب
تافهة غالبا، وجلها سببها المال، وجل سبب المال الميراث للأسف. يموت الأب، تموت الأم، تتقطع الأرحام، يتنازعون المال. ولذلك على العاقل أن لا يجعل الدنيا سببا في التفريق بينه وبين إخوته، بين أخواته، بين أولاده، وهذه الأشياء كلها يعني يبتعد عنها. قد يسأل سؤال: ما الرحم التي يجب علي أن أصلها وكيف أصلها؟ أما الرحم فهي من جهة أبيك ومن جهة أمك، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو اسمك الرباعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم الاسم الرابع، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الاسم الرابع هو رحمك. يعني كل أولاد هاشم من رحمك، والأمر ذاته بالنسبة لأمك. أنت مثلا خالد ابن نورة بنت علي ابن سالم، عيال سالم من جهة أمك، هؤلاء أرحامك. إذا أرحامك من جهة أبيك وأرحامك من جهة أمك، هؤلاء الذين يجب عليك أن تصلهم وإن قطعوك. انتبه لهذه، تصلهم وإن قطعوك، هذه هي الرحم. وكلما كثر عدد الرحم كلما وجب عليك الأقرب، إخوانك، أخواتك، أعمامك، عماتك، أخوالك، خالاتك، خالات الأبي، أخوال الأبي، خالات الأم، عمات خالات الأم، عمات الأم، وهكذا. يعني حتى يعني تصل قدر من تستطيع من هذه الرحم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى قريشا قال: لا أغني عنكم من الله شيئا ولكن لكم رحم أبلها. كل قريش رحم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا يعني قبيلة واحدة، وإن يعني ضمت أفخاذا كثيرة إلا إنها في النهاية هي قبيلة واحدة. وكل الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأبو لهب وأبو طالب وعبد المطلب، وكل هؤلاء يعني في العاص بن وائل، كل هؤلاء أقارب، لكن تختلف قرابتهم، يعني بعضهم أقرب من بعض، لكن في النهاية كل أقاربك من رحمك، لكن أقرب الرحم هم الذين يلتقون معك في الاسم الرابع. طيب كيف أصل رحمي؟ كيف أصل رحمي؟ الزيارة أمر مطلوب جدا، أن الإنسان يصل رحمه بالزيارة، مشاركتهم في أفراحهم وفي أتراحهم، عندهم زواج، عندهم مناسبة سعيدة تشاركهم فيها، عندهم مناسبة حزن، عندهم وفاة، عندهم مرض، عندهم خسارة أموال، عندهم مناسبة غير سعيدة تشاركهم فيها كذلك. هذه من صلة الرحم. من صلة الرحم أن تعطيهم من مالك إذا احتاجوا، إذا كانوا فقراء وأنت أغناك الله تبارك وتعالى تعطيهم من مالك. ولذا أبو طلحة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سمعت الله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء. بيرحاء هي مزرعة من أطيب مزارع الأنصار في المدينة، وإنها في سبيل الله، وقف في سبيل الله للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في ذوي رحمك، اجعلها في أقاربك، في الأقربين.
هكذا يرشده النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها في الأقربين. ولذا يقول أهل العلم إذا تصدق الإنسان بصدقة فلينظر أولا لرحمه، حتى في الزكاة يقدم ذوي الأرحام في الصدق في الزكاة، لأن له فيها أجرين اثنين، أجر الصدقة وأجر صلة الرحم. إن كانت الصلة بالزيارة تزوره، لا يحتاج إلى مال، ليس عنده فرح، ليس عنده حزن، ويفرح بزيارتك فتزوره، هذه صلة الرحم. إن كان بعيدا اتصال أو رسالة، ترسل له رسالة، هذه من صلة الرحم. أهمل الناس أرحامهم وصاروا يراسلون الأجانب والغرباء والذين لا يعرفونهم، ولك 24 ساعة على النت أو على الفيسبوك أو على الواتساب أو حسب الوسائل المتاحة اليوم، يكلمهم الساعات وأرحامه لا يكاد يعرفهم ولا يكاد يراهم إلا باللتي واللتية، بينما يخاطب الأجانب وهذا ويسعى لهم ويعطيهم من ماله وكذا. نحن لا نقول لا تساعد الناس، لكن أرحامك أولى، أرحامك أحق أن تساعدهم أو تبذل لهم أو تجالسهم أو تشاركهم في أفراحهم في أتراحهم وغير ذلك من الأمور. ولا يحتجن أحد بأن الوقت لا يسمح أو أنه ليس عندي فراغ أو غير ذلك من الأمور، بل يمكن الإنسان أن يقوم بذلك كله. فعلينا إذن أن نصل أرحامنا وأن نتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وآتي ذي القربة، هؤلاء ذوي القربة يجب على الإنسان يهتم بهم، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون ممن يصل من قطعه، ولا نتوقف عن ذلك. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.